ما معكن كتير وقت لتدافعوا عن حالكم. جيبكن لهون تا يقتلكن. عشرة عبيد صغار ضارب حياتن دار، مدبوح واحد مات وبقيوا تسع صغار. تسع عبيد صغار سهروا تاني نهار، كان الفرد غدار وصار حبل العمر. لو دار رح ينقصوا الأعمار ويبقوا سبع صغار. سبع عبيد صغار قلوا بطلقة نار وسع القلق والدار، وبقيوا ست صغار. عبيد صغار غصن العزم تزرار، شدوا حبل بحار وبقيوا خمس صغار. خمس عبيد صغار وقع القبر عالدار، يوقع حدا بمغوار ويبقوا أربع صغار. مات. أنا طالع شوف مين في برا. ترني أنا لحقك. أنتوا فتشوا جوا، نحن نفتش برا. لا ما تركنا وحدة هون، خدنا معك. يلا يلا يلا. رح جيب سكينة إن البطخ فتش معكم. Thank you.
واحد منا ياخذ جهه ويفتش فيها حول القصر. انا رايح صوب الحرش. وانا راح اروح من هالميله وابرم ورا القصر. لك انا راح اروح من الجهه الثانيه. لحظه، انا حامل سلاح. انتم مفروض تكونوا حاملين شيء تدافعوا عن حالكم في حال شفتوا حدا. حضرة القضية خذ هالعصاية. خليها معك، انا بدبر حالي. يلا. لك يا عبلة، وين صار فنجان هالنعنع؟ نطرته حتى يغلي شوي. انتبهي، سخن كتير، تريتا يبرد شوي. انه معقولة يعني الدكتورة لورا بتحمل هالمشرط وبتنزل لتحت؟ هول الدكاترة هيك كتر ما بشوفوا شوفات بيقسى قلبهم. روحي شوفي مين. ما بسترجي، روح وحدي. وانا ما في اترك لميس لوحدها. Thank you.
لقيتوا شيء؟ ابدا. وانت حسان؟ ولا شيء. بيكون اختفى جوا الحرش. فوتوا تنشوف شو صار مع الباقيين. فوتوا يلا. سألونا وين جت. نحن كنا برا، انتو كنتوا جوا. نحن لازم نسألكم وين جت. الدم اللي نازل من الجتي في اثار منه، بتبلش من اول الدرج وبتنتهي عند باب القصر. اللي خف الجتي ما بده ايانا نعرف اذا كانت الجتي بالقصر او برات القصر. وانتو كنتوا جوات القصر، مفروض تكونوا حسيتوا على شيء. بعتقد انه كلكم تعرفوا كل واحد وين كان عم يفتش. لو الجتي بعدها بالقصر كنا بالقليل التقينا باللي خفاها. ونحن فتشنا برات القصر من كل الجهات، مش معقول ما نحس على حدا حامل قتيل وطالع فيه. في شخص غريب انقتل قدامنا وفجأة اختفت جدته. يا حدا استغل غيابنا، يا في حدا منا حب يستغل الصدمة اللي نحن فيها ويلعب بأعصابنا. هالشخص ممكن يكون متفق مع شوقي شاهين علينا. لما كنا بالمطبخ دق التليفون، ولما قررت عبلة تروح ترد وقف. أنا تعبانة، دايخة، وحسة هيك معدتي عم تقلب. دكتورة، بتلاقي معك شي بهد الأعصاب؟ هلا بعطيك حبة. خلونا بموضوعنا، لازم نعرف الليلة وين اختفت الجدة. إذا عرفنا أو ما عرفنا، المهم نحافظ على حياتنا لكن طلع الضو ونلاقي شي طريقة نفل فيها من هون. طيب شو رأيكم نترك القصر ونبقى عالمينا حتى كان طلع الضو؟ لا فكرك، في حدا منا رح يبقى هون؟ أنا أول واحد نزل، انطر عالمينا. وأنا خلاص دقيقة هون ما بضل بقى. وبناخد القناديل معنا، معقول يقطع شي مركب ويخدنا معه بهالليل. يلا شو ناطرين؟ هيك هيك ما رح يجينا نوم. شو رأيك جنرال؟ بعد اللي عملوا معنا شوقي شاهين عيب علينا نبقى بضيافته. مثل ما فتنا لهون نطلع من هون. Thank you.
هدي اعصابك عبلة، ما في لزوم لكل هالخوف. هلا بفكروا انه اللي اتهمنا فيه شوقي شاهين، صحيح؟ ما بهمني، فكروا شو ما بدهم. اصلا هن متهمين مثلنا مثلهم. بعدين اللي جمعنا هون عارف كل واحد منا شو عامل بالتفصيل. كيف عرف فينا؟ كيف استدرجنا لهون؟ ما بعرف. حسي مثل كأننا منفيين. ما في ولا مركب رح يجي لهون. حتى رح يعرف فينا. تفائلي بالخير عبلة. تفائلي بالخير. الخير؟ أي خير منهم؟ أي خير سليم؟ أي خير؟ ما عم بقدر أتخيل كيف رح تكون نهايتنا. أقولك معقولة تكون نهايتنا مثل نهاية الزلمة اللي قتل بالقصر قدامنا؟ قلنا بسويت الكل. هلا صار فيي إلكم الحمد لله على السلامة. زبطت معنا. كنت مفكر إنه ما حدا رح يرجع. كانوا سوا بالدار. اللي بحب يرجع على القصر فيه يرجع، أنا باقي هون. بركة قد مرق حدا تاني. وأنا كمان رح أبقى معك. ما عندي استعداد ابدا ارجع لفوق، حتى لو بدي ضل كل حياتي هون قاعد ناطر مركب. وانا رح ابقى معكم. وانا بدي اطلع مرتي على القصر لانها تعبانه كثير، وننطركم هونيك. لا ما بدي ارجع، بدي ضلني هون مع الكل. الافضل كلنا نبقى مع بعضنا. خير سيد جمال، في شي؟ خير. لآخر مرة رح أسألكم، ابني جيمي اتصل شي؟ صار لك 10 سنين بتسألينا كل يوم نفس السؤال وبتسمعي نفس الجواب. لا، بعد ما اتصل. لهالسبب سألتكم،
وقلت لكم لآخر مرة رح أسألكم هالسؤال. يا ريت يا ست جمال بيرجع بيتصل ابنك شي مرة، بركي منرجع منشوف البسمة على وجهك. أنا قطعت الأمل، ابني ما رح يتصل، ما بقى لي غيركم بهالدنيا. ما حدا رح يمرق بالهيئة، واعين بفخ ما رح نخلص منه بالهين. معقولة يعني بحر طويل عريض ما يمرق فيه ولا سفينة ولا فلوكة صيد؟ لك يا خيي ولا حتى مركب. يلي جمعنا هون عارف كتير منيح انه ما حدا رح يعرف وين اراضينا. رح يقطع النهار ومش شايف قدامي الا مدى بعيد، مدى ما له اخر. ما تفقد الامل، اذا مش اليوم بكره شو عنا غير ننطر؟ صح، لو ما في بكره ما في امل. بدي غير الوصية. شو بدك أعمل؟ أنا حاضر. بدي أذكر بالوصية جديدة عبلة وسليم بيستحقوا ياخدوا قسمة من الثروة، تعبوا معي كتير، الله يعطيهم العافية. عندي إحساس إنه رح نرجع على القصر، لأنه هون على شط البحر no way out. الهيئة كلنا عنا نفس الإحساس. في حال ما مرق مركب ولا أي وسيلة تنقلنا من هون، شو بدنا نعمل؟ نرجع على القصر لنواجه مصير، وننطر تيطلع نهار تاني تنشوف شو رسم لنا مصير من جديد. سليم سليم، شو فيه؟ حضار، شو سمعت الست جمال عم بتقول للمحامي؟ شو عم بتقول له؟ بدها تكتب لنا قسمة من الورثة. أنت متأكدة من هالشي؟ لك أكيد متأكدة من هالشي، معقولة ألف هيك خبرية يعني؟ الظاهر قطعت الأمل إنها تشوف ابنها. سليم؟ شو؟ أقولك إذا رجع جيمي بتغير وصيتها؟ ما بعرف. لازم تموت قبل ما يرجع. شو قلتي؟ بعتقد الناطرة هون ما لها معنى، بعد شوي بتعتم الدنيا، وجودنا هون الطريقة مكشوفة أخطر علينا من وجودنا بالقصر. الجنرال معه حق، خلونا نسرب على بكير أحسن ما نرجع بالليل. يا جماعة بدنا نتعود على النطرة بدون أمل. وبعتقد بدنا نتعود على القلق كمان. أنا بحب السهر، حياة الليل بتناسبني، أنا مش خايف من شوق شاهين، أنا خايف من الحبس، وأنا شخص بحب الحرية. إيه، البحر قدامك ووراك الحرية، دبر راسك. أها.
إذا كتب لنا نطلع من هالقصر سالمين ونرجع على بيتنا، ما رح خلي لا قديس ولا مزار يعتبوا علي. رح زورهم كلهم أنا وحافية وأطلب السماح منهم. إن شاء الله بنطلع من هون. يمكن يكون صدفة تركنا اليخت وراح، ويمكن يكون فصل من فصول التمثيلية اللي عم بصير معنا، بس المهم انه شوقي شاهين ما نخليه يلعب بأعصابنا ويخلينا نفقد الأمل انه نحن قادرين نترك القصر ونفل. يلي عم تقوله يا حضرة القاضي كلام للاستهلاك، يعني حضرتك عم بتبيعنا أمل مفقود بوقت نحن بأمس الحاجة لخطة بديلة تظهرنا من هون. وليش عم بتطلبني إلي بخطة بديلة؟ شو أنا موجه لك الدعوة؟ لا، بس لأنه حضرتك أنا شخصياً أكتر واحد ممكن أوثق بأي شيء بيقترحه. أنا بشكر ثقتك فيه وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك. خواجة شوقي له الشرف انك تعملي له تصميم لغرفة شرقية عنده بالقصر، خصوصا بعد ما سمع عن حضرتك وعن ذوقك الرفيع، وطلب مني أعمل لي كل شيء بتريدي وتحط المبلغ اللي بدك اياه، وفوق هيدا كله بتقضي كم يوم حلوين بالقصر على الجزيرة. بصراحة فكرة مش بطالة ابدا، خاصة أنه أنا بهالفترة كتير بحاجة لكم يوم حلوين وبعد عن الضجة، وهلأ هيك من حكيك تحمست كتير أنه أتعرف على الخواجة شوقي شاهين. بتمني لك عطلة سعيدة. تشرفنا بحضرتك. كلنا عم نشرد من وقت ما وصلنا لهون. عم بتذكر قد ايه كنت متحمسة لما وصلتني الدعوة لاجي على هيدا القصر. أنا بالحقيقة الدعوة أثارت حشريتي مش حماسة. وأنا كنت عم فكر اجي لهون روق راسي من الحياة الصاخبة اللي أنا عايشها، ومين بيعرف يمكن كمان لاقي حب حياتي. يا جماعة نحن قدام لعبة خطرة كتير وراها إنسان مجنون، جمعنا هون يا قصده يصفينا يا فكره يحكمنا عن جديد. لا بدكم تسمحولي لأنه في شي ما عم يركب براسي، إنه مين بده يكون هيدا اللي بده يحكمنا؟ هيدا إذا كنا متهمين أصلا. إذا كل واحد فينا قاعد بمنطقة، كيف عرف شوقي شاهين نحن شو عاملين؟ لو كل واحد منا بيقول شو صار معه معقول الاقي جواب لهالسؤال. انا ما عملت شيء، والتهمه اللي عم بقولها عني هيدا شوقي شاهين كلها كذب بكذب. انا مع انه كل واحد يخبر شو صار معه. بعتذر منك، انا ما عندي شيء خبره. يا جماعة ما بصير نعصب على بعض بهالضغط اللي احنا عايشين فيه. اسمع مني، تعا تهرب الليلة بالحرش، الليلة قبل بكرة. لك شو عم تخبطي يا مرا؟ وين بدنا نروح بهالليل والبحر محوطنا من كل الميلات؟ بعدين بنعرف شو ناطرنا بالحرش؟ ما بعرف ما بعرف. حسي هالقصر مليان أرواح، ما بعرف
حياتي خفت قد ما انا هلا خايفه. ما تخافي انا حدك. جمال بدها تقتلني. جمال معنا هون. ما تخافي ما تفكري فيها. صباح رباح. دكتورة لورا، الخويجة شوقي بحب كتير يهتم بضيوفه، مشان هيك حطلك هذا المبلغ الكبير، خصوصاً إنه القصر بعيد كتير عن بيروت. في حال تعرض حدا منهم لأي عارض لا سمح الله، بتكوني حضرتك موجودة. الخويجة بيتمنى ما تربطي هالدعوة، وإله الشرف تكوني وحدة من أصدقائه القليل. أشخاص بقيمة شوقي شاهين بهموني، أكيد ما رح أرفض صداقته. فإذا اتفقنا. طمع طمع جابني لهون، دفع لي مبلغ مهم حتى اهتم فيك. ومين منكم جاي بمهمة؟ يعني بدعوة مش عادية. أنا ما بعرف شو هي مهمتي، بس ممكن كون جيت بمهمة. إنه كيف يعني ما بتعرف شو هي مهمتك؟ الدكتورة إجت لهون لأنا دكتورة. أنت ما بتعرف حالك شو بتشتغل؟ أنا بشتغل شو ما كان. لا لا هيكي مش رح يمشي الحال، لازم نحكي كل شيء بصراحة كرمال نشيل هالغموض يلي بيناتنا. لحظة لحظة، شو يعني نكون صريحين مع بعض؟ ما كل الموجودين هون ما رح يعترفوا بالذنب اللي اتهمهم فيه شوقي شاهين. بقى مشان هيك خلينا نفكر بالتعاون مع بعض وبلا هالكذب اللي اسمه صراحة. رايح شوف الدكتورة. لا ما تتركني وحدي يا حبيبتي، مش رح غيب أكتر من دقيقة ولا دقيقة يا سليم. لك ما تتركني وحدي. جمال بدها تقتلني. ما تخافي، قلت لك ما تفكري فيها لجمال، بعدين شو بدي اجيبها لهون؟ حسي حالي عم بغتني، مش عم بقدر اخذ نفس، مش عم بقدر اتنفس. لازم تشوفك دكتوره. ما تتركني وحدي. دخيلك يا دكتورة، مرتي عبلة مدري شو بها، دخيلك تعال شوف فيها. ايه علينا، شو صار لعبلة هلا؟ مين بده يقعد يعمل لنا اكل؟ الهيئة الخوف بيفتح لك شهيتك. أنا ما بخاف، بس أنا ما بحب حس حالي بحبس. اسمع لقلك، نحن من المفترض إنه نقضي إجازة هون. خليك عايش بهيدي الفرضية، طلع تمتع بجمال الطبيعة برا. الحرش واسع،
البحر أوسع. أنا ما بحب جمال الطبيعة، بحب الجمال الطبيعي. رح أكون صريح معكم، أنا عندي شركة أمنية صغيرة، ودعوتي كانت لدراسة وضع القصر من الناحية الأمنية. بلشت تتوضح الصورة يا جماعة. طلع بيعرف شوقي شاهين. لكن تفضل وكشوف عن هاللعبة وقول بشو بدك تبتزنا أنت ومعلمك. أنا مستدرج مثلي مثلكم لهون. معليه، بدل ما نقعد نشكك ببعض خلونا نحاول نتعاون نلاقي طريقة نطلع فيها من هون. بدنا نروق، بدنا نروق. تفضل، كيف فينا نساعدك تتلاقي الثغرة الأمنية ونحن كلنا معك؟ دكتورة تأخرتي. حبلة يا حكيم، مش خير حبلة.